بيكم في حلقة جديدة من برنامج أهل وناسي، ورمضان كريم عليكم جميعا. ومعانا النهاردة ضيف حلقتنا المهندس ناجي فتحي، نرحب بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بالسادة المشاهدين. صاحب مبادرة مصر أقوى بينا. مظبوط يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. ممكن حضرتك تعرفنا جت فكرة المبادرة إزاي؟ والله يا فكرة المبادرة جت مجموعة من شباب أصدقائي، طبعا في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلد اليومين دول، يعني ربنا يعدي على خير ان شاء الله ازمه كورونا والمشاكل الكتيره اللي في العالم كله. طبعا بصفتي سياسيا عموما انا بنتمي لحزب وبنتمي لجمعيه وبعمل مبادرات، فاتعلمت في الفتره دي العمل الخدمي وازاي ان احنا نقدر نفيد بلدنا ونساعد اي حد محتاج. فقعدنا شباب مع بعض اصدقاء وابتدينا ان احنا نعمل مبادره مصر اقوى بينا. طيب ممكن يا باشمهندس تعرفنا اهداف المبادره؟ والله يا فندم اهداف المبادره اهداف خدميه كلها، ما فيش حاجه اكتر من كده. كل الفكره ان احنا بننزل نساعد في المناطق عندنا في الشوارع، بنعمل فرق تعقيم وننزل نعقم الاماكن والشوارع والمحلات اللي موجوده في المنطقه، بنعمل شنط رمضان ونوزع للناس المحتاجه اللي موجوده داخل الدائره بتاعتنا والمنطقه بتاعتنا. وطبعا الفكره دي كانت مبادره مكونه من 3-4 شباب بس اصدقاء مش اكتر، ومفيش اي تمويل ولا اي حاجه من حد ان احنا نعمل حاجات زي كده. ابتدينا بعد كده الناس اللي في المنطقه عندنا عادي بتتكلم اللي هو ان احنا ولاد بلد وان احنا في منطقه واحده وان احنا لازم نقف ايد في ايد مع بعض عشان خاطر نساعد الناس اللي محتاجه، لان طبعا في ناس اتضرت كتير قوي في الفتره اللي فاتت، خصوصا اللي هم العماله، الناس اللي قعدت فتره كبيره في البيت وظروفها الماديه ما تسمحلهاش حتى قوت يومها الفتره دي. فابتدي التداخل بصراحه ناس يعني اهل البلد الجدعان، ويظهر المعدن النظيف للناس، وبصينا لقينا ناس كتير قوي بتساعدنا وبتجيب شنط وبتقعد تعبي معانا وبتوزع معانا في المنطقه كلها. انت عارف الازمه اللي بتمر بيها البلد بانتشار فيروس كورونا، ايه التوعيه اللي خدتوها اتجاه الفيروس؟ والله وبالنسبه للجانب التوعوي اللي احنا بنعمله، طبعنا بروشورات وابتدينا ان احنا نوزعها ونلزقها في المحلات وفي الاماكن الخاصه بالمناطق، خصوصا المناطق العشوائيه، وابتدينا نتكلم مع الناس اللي عندنا نحاول نغير فكره ان ده ميكروب بسيط وان الموضوع ممكن يعدي بمنتهى البساطه، وان في ناس هي كل فكرها ان مش مستوعبه الموقف، مش متخيله ان ممكن يكون في ميكروب بالشكل ده يقدر ينتشر في العالم ده، وحاسين ان الموضوع اصعب من انهم يصدقوه. فاحنا كنا بنحاول نفهمهم ان القصه دي مش اول مره تحصل، وانها حصلت قبل كده، وان كان في بعض الامراض والاوبئه اللي انتشرت في الفتره اللي فاتت، وان هيجي في وقت من الاوقات ان المرض ده يكون مرض طبيعي وليه علاجه، مش هيبقى مجرد بس هي كل الفكره. والذعر اللي حصل لفيروس كورونا في الفتره اللي فاتت كان سببها ان فيروس كورونا مدى انتشاره او سرعه انتشاره هي اكتر جانب كان بيخلي الناس كلها متخوفه منه، مش قوه الفيروس نفسه، فهو انتشاره هو الاسرع. فاحنا كنا بنحاول نفهم الناس ان هي تقلل الموضوع دوت. وانا بصراحه كنت اخر حاجه ممكن اتخيلها في حياتي ان منطقه شعبيه الاقيهم بيرتدوا الوقايات، سواء مثلا كمامه او جوانتي، الاقيهم مهتمين بالقصه دي، بداوا ما يسلموش على بعض. الناس الشعبيه اللي احنا متعودين الناس دي مستحيل ان هي تعمل حاجه زي كده، يعني في وعي عند الناس. طبعا طبعا. بصي طبعا احنا بنتكلم ان في ناس كتير قوي بتقول ان في مشاكل وان مفيش وعي وان في بعض المناطق الكتير سايبه الموضوع ومش مهتمه يعني. ولكن لو فكرنا في الجانب الايجابي، لا فعلا فعلا في تغيير، وفعلا الناس الشعبيه نفسها اللي كان كل ما تيجي تقول له في مشكله يقول لك سيبها على الله، كل ما تيجي المشكله تقول له يقول لك لا عادي وشاف الموضوع بسيط، لا في ناس بدات تتغير فعلا وما بقاش في سلام كتير زي ما الناس بتقول، الوضع اختلف بصراحه جامد يعني. تفسر بايه زياده العدد في شهر رمضان؟ والله هو زياده العدد في شهر رمضان ملهوش علاقه زي ما الناس متخيله، ان الناس بدات تبقى ما عندهاش وعي اكتر، وان الناس نسيت موضوع فيروس كورونا وقالت ان الموضوع خلاص خلص. انا من وجهه نظري ان الانتشار لو بصينا هنبص نلاقي الاعراض ان هم في بدايه الفيروس لما ظهر واتكلموا قالوا ايه اعراض الفيروس او ايه الحاجات المسببه للفيروس، كان من ضمنها موضوع ان رئتك يكون ناشف، او ان انت تكون حاسس ان رئتك ناشف، لا خلي اشرب ميه على طول يعني. فطبعا في رمضان الناس مقليه الموضوع دوت، فوارد ان ممكن تكون الصيام مخليه برضو جزء بقى في جانب بسيط مأثر عليه انه ممكن يوصل، ولكن ده عادي جدا، لان طالما جاله وهو ما فيهوش اي مشكله خالص واتبع الاجراءات او سواء شاف ايه وضعه. حضرتك شايف انتشار فيروس كورونا خلانا نساعد بعض؟ والله حضرتك كويس جدا انك سألت السؤال ده، لان السؤال دوت اتاح لي الفرصه ان انا
اتكلم عن ناس فعلا هم رواد في العمل الخدمي والعمل التطوعي. بصفتي عضو هيئه مكتب حزب مستقبل الوطن امانه تنميه الموارد والخدمه المجتمعيه بقياده عمرو بيك هندي، الراجل المحترم الخلوق اللي هو فعلا شخص من الشخصيات المحترمه جدا اللي هو علمنا، وكان سبب على فكره في ان احنا نعمل المبادره انا واصدقائي يعني مع بعض، لان هو كان اول من عمل فكره ان احنا نطبع بروشورات خاصه بالتوعيه من الجانب التوعوي بفيروس كورونا. هو برضو اول ناس شفناهم في العمل الخدمي بيعملوا كراتين رمضان وبيوزعوها للناس، ومعروف جدا في منطقته بالكرم وبجوده وبالعطاء. فمن الطبيعي ان انت اللي انا شفته في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلد بسبب فيروس كورونا، لا في فرق كبير جدا طبعا، في فرق كبير من الناس. في ناس كتير جدا ما كانتش بتفكر في قصه انها ازاي توزع شنط في رمضان وانها تساعد محتاج، لا في ناس فكرت كتير. الوضع فكر الناس اختلف جدا جدا في القصه دي. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني. قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كوفيد-19 المعروف باسم كورونا المستجد. ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة. واستمع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس كوفيد-19، حيث قامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطات عاجلة من المواد الغذائية. الاحتياط الواحد يكفي لقوة 20,000 فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام. كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات، منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات. كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك باستغلال 24 عربة إطفاء بطاقة 12 طنا للعربة بجميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومباني، وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحدتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس كوفيد-19 من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياه اللازمة لتحضير محاليل التعقيم والتطهير ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية. كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح توضيحي للإجراءات المتخذة من جانب إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة التي قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به لتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس وإجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة. كما تم دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، وتضمن العرض امتلاك إدارة الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجي للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة PCR. كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا. وأشاد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة المكلفين بهذه المهمة، معربا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمات. هذا وتواصل القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري. ورجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا بك يا باشمهندس نجي. أهلا. ما رأيك في دور الدولة في احتواء هذه الأزمة؟ والله رأيي عشان نكون منصفين، الدولة بتقوم باللي تقدر عليه وده من جانبها، والشعب المفروض أنه يقوم بواجبه وده من جانب الشعب.
يعني انا برضو بلاحظ ان في ناس كتير قوي بتتكلم ان ممكن تقول ان الشعب متهاون او متخاذل او الشعب ما بيقومش بالدور المنوط بيه المفروض يعمله اللي هي بالنسبه للاجراءات الاحترازيه او طرق الوقايه، وفي ناس عكسها تماما بتتكلم ان الشعب مغلوب على امره وان الدوله هي اللي في عندها اخطاء وفي عندها مشاكل وان الدوله هي اللي ما بتقومش بالقرارات الصائبه يعني. ولكن انا من وجهه نظري ان انا شايف ان كل واحد وليه دور. انا شايف ان الدوله حتى الان هي قايمه بدور كويس جدا بالنسبه للاجراءات الاحترازيه، بتحاول على قد ما تقدر ان هي تمسك العصايه في النص، يعني بالبلدي تمسك العصايه في النص ان هي ما توقعش اقتصاد الدوله وفي نفس الوقت ما يكونش في مشاكل او عبء على المواطنين او يكون سبب في زياده انتشار الفيروس. تقول لي ايه للناس اللي واخده الموضوع باستهتار؟ والله هو الناس اللي واخده الموضوع باستهتار دي مشكلتها ان هي مش مشكله فيروس كورونا. البني ادم اللي بياخد ازمه زي دي، ازمه عالميه العالم كله بيتكلم عنها ونسب وفيات مرتفعه فوق ما تتخيلي ونسبات اصابه اعلى مما تتخيلي، وياخدها باستهتار، ده الانسان اللي هو طبيعته مستهتر، اللي هو كده كده اوريدي في حياته مستهتر في كل حاجه، فهو بالنسبه له الميكروب فيروس يوم القيامه بكره بقى الموضوع بالنسبه له هو اساسا من ادم مستهتر. فانا شايف ان نسبهم قليله جدا، ولكن مش عايزين ان احنا نركز معاهم او نلقي الضوء عليهم لان هم قليلين وهم عددهم قليل واحنا مش هنلتفت ليهم اصلا، وعارفين ان هم دي طبيعتهم وان هم ناس مستهتره ما تعرفش يعني ايه فيروس العالم كله اتكلم عنه، اقتصاد دول عظمى كنا كلنا بنقول ان دي اكبر دول وان مستحيل ان اقتصادها يقع، اتكشفوا الدنيا بالنسبه لهم باظت خالص بسبب الفيروس، واحنا اللي ربنا ساترها معانا وربنا حمينا برضه بفضل ان الناس اغلب النسب عندهم عندها وعي وفضل القرارات الصائبه اللي خدتها والاجراءات الاحتزاريه المسبقه اللي الدوله قامت بيها. طبعا انت عارف ان الحكومه صرفت 500 جنيه للعماله غير المنتظمه. مظبوط. في ناس صرفت وفي ناس ما صرفتش. حضرتك عايز تقولي افسر بيه يعني القصه دي؟ افسر بيه. بص يا فندم، بالنسبه للموضوع الناس صرفت والناس اللي ما صرفتش دي ليها عوامل كتير قوي. اولا في ناس كتير سجلت بياناتها وهي مش عامله منتظمه، يعني الناس قالت بمعنى اصح ان هي تستفاد بالمبلغ وخلاص وهي المفروض ان هي مش محتاجه. تمام. وفي ناس سجلت غلط وفي ناس سجلت وهتاخد بس لسه ما خدتش. الفكره كلها ان بيتم فلتره الـ الناس اللي سجلت كلها، لان طبعا بمجرد ما في ثقافه شعب زي ما حضرتك عارفه ان بمجرد بس ما يفهموا ان في مبالغ بتحط في ناس ممكن تكون مش محتاجه المبلغ دوت وتلاقيه راح قدمته وعدد اللي قدمه بيكون كتير، فهم بيتم فلتره القصه دي كلها وبتتوزع بعد كده للناس اللي ما خدتش. وبالنسبه للاماكن نفسها المبالغ كبيره طبعا، انت عارفه الاعداد ضخمه في مصر للعماله المنتظمه، فالمبالغ كبيره، فهم ابتدوا بيوزعوا على اجزاء متفاوته، يعني في مثلا ممكن تكون في محافظه الجيزه في مثلا 15 منطقه استلمت ولسه في مثلا 10 مناطق ما استلمتش، انا بقول لحضرتك مثلا يعني، ففي المناطق اللي ما خدتش طبعا ليها دور معين ان شاء الله هتنزل ليها الشيكات وكله هيتقبض ان شاء الله يعني. ان شاء الله. من وجهه نظرك ايه اسباب مد الحظر؟ والله كل سنه وحضرتك طيبه، يعني اول حاجه في اسباب مد الحظر شهر رمضان الكريم ده كان برضو من جانب الدوله وقيادات الدوله، لان عارفه ان شهر رمضان في صعب جدا موضوع ان الحظر يكون بدايه من 8، لان في ناس اساسا يعني زي المطاعم والناس اللي تنزل تجيب سحور و الى اخره وحاجات كتير جدا مش هيلحق ان هو يفطر وينزل ويشتري كل حاجه، فحاولوا ان هم يزودوا الساعه دي عشان برضو رفقا بمتطلبات الناس واحتياجاتهم وكده. بس للاسف ان في ناس فهمت الموضوع بمنظور خاطئ تماما، يعني لما بصوا لقوا ان الحظر اتمد وبدل ما بقى 7 بقى 8 وبقى 9، فالناس فهمت ان كده ان فيروس كورونا خلاص ما بقاش ينتشر وان الموضوع بيقل زي ما حضرتك بتقولي وان الوضع اختلف، فابتدى الاستهتار يزيد والوعي يقل شويه، يعني بعد ما الناس كانت خايفه بنسبه كبيره جدا ومهتمه ومركزه في الموضوع قوي، فالموضوع يعني على قد ما كان قرار ليه تداعيات ايجابيه فطبيعي ان هو ليه تداعيات سلبيه، ان الناس ما فهمتوش صح، يعني في ناس فهمته صح وعرفت ان سبب القرار مساعده الناس بس في تلبيه احتياجاتهم، وفي ناس فهمت القرار ان احنا خلاص بقى يعني الموضوع خلص، واحنا كلنا طبعا نتمنى ان الموضوع يكون خلص ولكن لسه شويه ان شاء الله مع بعض كل حاجه تخلص ان شاء الله. ايه رايك في دور الدوله في عوده ابنائنا من الخارج؟
والله طبعا هو رايي مش رايي لوحدي، ده راي العالم كله. العالم كله اتكلم في الموضوع ده، واتكلم ان واتعملت مبادرات ومصر ما بتنساش ولادها، والناس كلها اتكلمت في القصه دي. ما حدش كان يتخيل ان لو حصل في يوم من الايام، يعني كنا ما نتمناش حاجه زي كده، ولكن ما حدش عمره كان متخيل ان لو حصل ميكروب يهدد العالم كله، ان مصر بقوتها كانت هتكون تقدر ان هي تجيب ولادها من كل الدول وتعيدهم. الحاجه اللي بتاعهم يكون في فنادق ويكون على نفقه الدوله الخاصه، يعني حاجات ما حدش كان يتخيلها بصراحه انها كانت ممكن تحصل في يوم من الايام. بنحمد ربنا طبعا انها حصلت، وانا شايف ان المصريين برضو اللي جات من الخارج في ناس كتير جدا جدا منهم كان ليهم جانب ايجابي، والتزموا بالتعليمات اللي الدوله طلبتها منهم بنسبه كبيره جدا. وفي ناس طبعا كانت مستهتره، وده الطبيعي اللي احنا كنا لسه بنتكلم من شويه في نفس الموضوع، ان الطبيعي الانسان المستهتر ده في كل مكان وفي كل وقت دي طبيعته. مش عايزينه ان هو يكون مقياس للدوله بشكل عام، وان احنا نشوف الجانب السيء في بعض الاشخاص ونبتدي نعمم الجانب دوت ونقول ان المصريين بيعملوا او المصريين فيهم اخطاء. لا طبعا كانت في ناس كويسه واتعاملت مع الموضوع بشكل احترافي بصراحه، وكان في ناس بالنسبه لقيادات الدوله بصراحه انا بحترم كل قرار هم خدوه حتى الان. وفي قرارات بيبقى فيه اختلافات بيني وبين بعض الاشخاص اصدقائي، بنتكلم مع بعض ونتناقش فيها، بلاقي فيه بعض الاختلافات الخاصه بالقرارات اللي اسندتها الدوله في الفتره اللي فاتت، ولكن وخصوصا بالنسبه لساعات مد الحظر اللي كنت لسه بكلم حضرتك فيها. فهي الفكره كلها ان في ناس بس بتبقى وجهه نظرها مختلفه بس، او الصوره مش واصله لها واضحه. نستأذنك فاصل ونرجع تاني. تمام يا فندم. الحرب المصرية ضد خطر انتشار فيروس كورونا. لمجابهة الفيروس وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة، استعد الجيش بخطة لدعم كافة أجهزة الدولة المصرية. الجيش في مواجهة الفيروس. درست إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار الفيروس، وقامت بتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشاره، وإجراءات التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة، ودراسة المواد والمحاليل المستخدمة. واستعرضت إدارة الحرب الكيميائية إمكانية إجراء التحليل الفيرولوجي للأفراد من خلال. ورجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. إيه خطتك في مبادرة مصر أقوى بينا؟ والله حاليا كل اللي احنا بنفكر فيه المبادرة هو الجانب الخدمي اللي أنا قلت لحضرتك عليه، إن احنا نحاول على قد ما نقدر نساعد الناس اللي زي ما حضرتك برضو سألتيني بقصة العمالة المنتظمة اللي لسه ما قبضتش. برضو في دور للناس اللي بتساعد، إنها تساعد اللي ما وصلوش، يعني حتى الآن لسه برضو ما وصلوش المبلغ اللي الدولة أقرت بيه. في ناس برضو تقدر تساعد في القصة دي. فاحنا حاليا كل اللي بنفكر فيه العمل الخدمي، ولكن بشكل عام مش بس في خلال فترة كورونا، لا حاليا بنجمع برضو قيادات وشباب واعي وناس محترمة وحابة ان هي تساعد ويكون ليها دور محترم في البلد. بنفكر ان المبادرات اللي احنا بنقوم بيها دلوقتي تفضل موجودة على طول، مش بس في أزمة كورونا ان شاء الله، لا تعدي على خير ان شاء الله، والايام دي بالنسبة لنا تكون مجرد ذكرى، واللي جاي برضو هيكون نفس المبادرات هي. بتمنى الناس اللي فاقت وابتدت تحس ان البلد ليها حق عندها، وان في ناس كتير غلابه وناس محتاجه، من المفروض ان هم يقفوا جنبهم ويدعموهم. ما فكروش في الموضوع دوت خالص غير في فتره الازمه دي. بتمنى ان الناس دي بمجرد ما نعدي الازمه ان شاء الله تفضل زي ما هي، وتفضل على نفس السيستم اللي هي ماشيه عليه، لان ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيبارك لهم وهيعوضهم خير على اللي هم بيعملوه. اكيد. ما هي الرساله اللي تحب توجهها للدوله والمواطنين في ظل هذه الازمه؟ والله بالنسبه للدوله بقيادتها، وطبعا يعني بداية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يقويه ويحميه يا رب، وخط مصر الأول أو خط الدفاع، جيش مصر الأبيض، الدكاترة والممرضين، كل عامل أو كل شخص موجود بيقوم بأي حاجة مهما كانت كبيرة أو صغيرة جوه أي مستشفى. بتمنى لهم التوفيق وربنا يوفقهم، وجزاهم الله خير فينا في اللي هم بيعملوه ده طبعا.
بشكر كل انسان ساب اهله وساب بيته ايا كان، حتى لو مش دكتور، وابتدى بس ان هو يقعد يحط قرارات او يعمل سيستم معين لاي حاجه، او يفكر في اي حاجه بس عشان خاطر نخرج من الازمه اللي احنا فيها دي، او نقدر نحكم انتشار الفيروس داخل مصر. والحمد لله طبعا احنا احسن من ناس غيرنا كتير. بشكر ناس كتير جدا اتعلمت منهم العمل الخدمي، وتعلمت منهم يعني انسانيه، وان احنا ازاي نحب بعض ونحترم بعض ونقف جنب بعض. بشكر كل شخص كان ساهم معايا في مبادره مصر اقوى بينا، والناس اللي مجرد درجه ان في ناس كتير انا يعني ما اعرفهاش معرفه شخصيه لقيتها جايه تقف معانا وتوزع معانا شنط وتعبي معانا. حسيت ان فعلا مصر اقوى بينا فعلا، وان احنا في شهر مفترج، وان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيزيح الغمه عنا في الشهر الكريم دوت، لان مصر فعلا كويسه وشعبها ناس شعب طيب ويستاهل كل خير. وطبعا مش يعني مش عايز انسى ان انا اشكر جميع قيادات حزب مستقبل الوطن اللي انا بتشرف ان انا انتمي ليه، وعلى راسهم طبعا دكتور خالد عوده اخي الكبير المحترم اللي اتعلمت منه كتير قوي، وهو كان سبب كبير قوي لمعرفتي بكل حاجه عرفتها، ودعمني في المبادره وقال لي لو احتجت اي حاجه كلمني اكتر من مره. وهو طبعا ده مش جديد عليه في العمل الخدمي والعمل الاجتماعي، الناس كلها عارفه ان هو انسان محترم. بشكر طبعا اخويا وقائد استاذ عمرو هندي امين تنميه الموارد والخدمه المجتمعيه بحزب مستقبل الوطن محافظه الجيزه، علمنا كتير برضو وتعلمنا منه اساتذتي واهلي وناسي، الناس المحترمه اللي انا فخور وبتشرف ان انا اعرفهم. بالنسبه برضو للمواطنين، الرساله اللي عايز اقدم لهم للست المصريه الجميله، للاب المحترم اللي في سبب الظروف دي حصلت لهم مشاكل كتير قوي. وطبعا اهم رساله حابب ان انا اوصلها للمواطنين هي نستحمل شويه. انا عارف ان الموضوع رخم، وعارف ان هو جه على ناس كتير، وعارف ان في ناس اتاذت كتير قوي بسبب فيروس كورونا، لان اللي خلى دول عملاقه ودول كبيره جدا اتاذت واقتصادها انهار بسبب حاجه زي كده. فطبيعي ان الناس البسيطه يعني اكيد هتكون تعبت في الموضوع ده، فمعلش نستحمل شويه. وده يمكن بلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا وبيقول لنا ان شاء الله، يعني الصبر اللي احنا بنصبره دوت نحتسبه عند الله خير ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يعوضنا خير باذن الله ان شاء الله وتعدي الازمه دي ان شاء الله باذن الله. في نهايه حلقتنا بشكر باشمهندس ناجي مؤسس مبادره مصر اقوى بينا. شكرا لك يا فندم، شكرا جدا، سعيد ان انا كنت مع حضرتك النهارده. انا اسف. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه قادمه ان شاء الله.